حضراتكم كل عام وانتم بخير. النهارده عايز اكلمكم عن موضوع مهم جدا للي بيحصل للسيدات، موضوع الافرازات اللي بتيجي من الثدي. الست ما بتكونش حامل مثلا، او بتلاقي فيه افرازات زي الحليب اللي بتاع الرضاعه. حليب الرضاعه بينزل من حلمه المراه، وده بيبقى بساعات بيبقى بكثافه كبيره. حاله جت العياده 28 سنة عندها، بتشتكي من افرازات بتنزل من الحلمه كانها بترضع بالظبط، افرازات كتيره. والدوره الفتره الاخيره الاربع شهور الاخر مش موجوده، تقطيع او مش موجوده، وطبعا دي عامله مشكله كبيره للست خالص. طبعا اللي احنا عايزين نتكلم فيه ده هرمون الحليب. هرمون الحليب بيبقى زايد، بنفكر في ثلاث حاجات او حاجات بسيطه. اول حاجه نفكر فيها الغده الدرقيه. الغدة الدرقية لو فيها مشكلة في كسل الغدة الدرقية بيعمل حاجة زي كده، أو ناخد الهيستوري. الهيستوري يعني إن إحنا نسأل المريض ونقعد معاه ونفهم منه الهيستوري ده، اللي هو نوع الأدوية اللي بيستعملها. في أدوية بتعمل كده، تزود نشاط هرمون الحليب. هرمون الحليب ده موجود في الجسم طبيعي، وطبعا بيبقى تحت تأثير منع انه يطلع بماده اسمها الدوبامين. فاي حاجه هتعوق الدوبامين ده هيؤدي الى زياده هرمون الحليب، ويخرج بالطريقه اللي بتحصل دي، ويؤدي الى زياده النشاط بتاع هرمون الحليب. فاحنا بنفكر في اول حاجه نعمل اختبار حمل. ممكن الست حامل وهي ما بتعرفش، في مرحله من مراحل الحمل، او تحليل الغده الدرقيه، او ناخد تاريخ المرضي للهرمون للدواء اللي بيعمله هرمون الحليب. فبعد كده ان شاء الله نحاول ان احنا نلاحظ بعد كده تاثير هرمون الحليب على المراه، الافرازات. هل ده نتيجه الحمل؟ هل ده نتيجه الافرازات اللي موجوده دي نتيجه كسل في الغده الدرقيه، النشاط بتاع الغده الدرقيه؟ وفي الحاله دي بعد ما بنعمل التحاليل ونعمل رنين مغناطيسي نشوف اذا كان في ورم في الغده النخاميه او اي حاجه، وبنقيس مستوى هرمون الحليب وبنقيس مستوى الغدة الدرقية. تحياتي لكم وشكرا لكم جميعا.